إذن نمر إلى الدائرة. سبق وشرحت لكم طريقة مبسطة لرسم الدائرة، خط عمودي سأرسمها صغيرة لكي لا تأخذ مني وقت طويل. الفيديو سيكون تقريبا نصف ساعة. سنأخذ هذا القياس هذا من مركز إلى هذه النقطة، نطبق هذا القياس على هذا الجانب هذا. ثم الجانب الآخر. نرسم أقواس صغيرة بهذا الشكل مفتوحة. ثم نحاول أن نرسم خطوط كثيرة وهي خفيفة جدا. ثم نعيد على الخطوط التي تعجبنا ونراها تمثل دائرة صحيحة. إذن هذه الخطوط هي فقط وسائل مساعدة، أما الإنسان يجب أن يتدرب على دائرة بدون أي خطوط أو أي شيء. ترسم خطوط وهمية كثيرة ثم تختار الخط الذي يعجبك وتكرر عليه. نرجع إلى الدائرة، نفس الشيء كما سبق وأشرت إلى الظل والضوء. إذن كيف سنعرف هذه منطقة الضوء أو الظل؟ نفترض مثلا أن الإضاءة قادمة من فوق هذا الاتجاه هذا، ونفس الشيء بالنسبة لهذا كما سبق وأشرت على هذا الوجه هذا. إذا كان مثلا مركز الإضاءة مثلا العمودي الذي يعطي زاوية قائمة عمودي، إذا يقع بهذه المنطقة هذه، هذه هنا مكان الإضاءة مثلا. إذا مركز أو خط اتجاه الإضاءة مثلا يتجه بهذا الشكل هذا، نرسم خط عمودي معه في النصف، وأنا أخذ مركز هذا الإضاءة هذا نقيس، ثم نحدده أيضا من هذه الجهة هذه من نصف، من هذا النصف هذا خط محور تماثل إلى المنطقة. إذن هنا ستكون أغمق منطقة، ستأتي على شكل هلال. إذن هنا لدي أغمق منطقة سأحددها. ثم أستمر في التضليل. إذا أركز أيضا أولا على هذه الطبقة الغامقة، أبرزها جيدا. إذا كلما رجعت إلى الخلف سأحاول أن أقلد هذا الخط أثناء التضليل، هذا القوس هذا أثناء التضليل. إذا كلما اتجهت إلى الخلف كلما كان التضليل خفيف قليلا. إذن هذه منطقة تضليل كاملة بهذا الشكل هذا. ثم أحاول أن أضلل تضليل متدرج. إذا كما ترون فهذه الخطوط هذه تقريبا التي استعمل في التضليل تقريبا فهي تشبه هذه الكرة هذه.